تصنيف جمعية ديال أخصك على رئيسية توثيق التراث الثقافي والبحث التاريخي في مساء هذا اليوم الجمعة 22 يناير 2021. الأستاذ الفاضل سيدي عبد السلام الجباري واحد من الوجوه المعروفة والشهيرة واحد من الأعيان ديال المدينة ديال العراقيل اللي غادي نحاولوا في هذا اللقاء المقتضب أننا نحاوروه ونشوفوا الذاكرة ديالو الغنية بالأحداث وبالمعرفة العلمية والفكرية والثقافية اللي بالتأكيد غادي يغني الحق المعرفي والعلمي والبحثي هنا بمدينة العرائش فيما يخص التراث الثقافي المحلي. مرحبا بك أستاذ في هذا اللقاء. نرجو من الله التوفيق ولا يسعني في هذا التقديم المناسب إلا أن أحيي هذه النخبة الطيبة الغيورة على مدينتها وعلى تراثها وما أحوجنا إلى مثل هذا النشاط، بحيث أننا نلاحظ أن كثير من مناطق المغرب تجد رجالا يهتمون بالتراث المحلي وبالتاريخ المحلي، بل أن نحتاج لنا نرى بعض العناوين الخاصة ببعض المدن. مثلا ابن أبي زرع عنده سلوة الأنفاس يعني في تاريخ العلماء وصراحة فاس كينا الترجي كيدير سلوة هذاك في محل في مراكش أو مثلا من أعمال كينا تاريخ تطوان ديال المنجور إلى ديال الشيخ داود إلى من الأسماء المعروفة في المدينة ديال العريش بالثقافة والفكر وب يعني بالحب ديالك لهذا المجال خصوصا التعليم. أنا كنسمعوا للمجال من عام 68 ما كرهناش يا أستاذ نتعرفوا عليك. أولا تقدم من راسك بالاسم والتاريخ ومكان الإزدياد ديالك. مشكورا وخص عبد ربه اسمي الكامل عبد السلام ابن أحمد الطيب الجباري من مواليد قبيلة بني كرفوس مدشر الصخرة، ووالدي رحمة الله عليه اسمه أحمد بن طيب بن الهاشمي الجباري وقد كان من علماء. من عام زوجتي أستاذ؟ ها؟ من عام زوجتي؟ 1950 17 فبراير. نعم 1950 النسب ديال الوالدين؟ بلاتي أنا نقول والدي رحمة الله عليه كان من العلماء القرويين وقد درس القروي مدة طويلة 8 سنوات من 1922 إلى 1930، وقد كان عاصر السلطان أولي يوسف وقد رشح من طلب القروي أن يكون سلطان طلبة أعتقد في 1929، والشيخ داود كان حضر معه وسجل في واحد المجموعة من المقالات العالم كيف تمت الاحتفالات ديال السلطان طلبة، وقد كان والدي رحمة الله عليه هو الذي رشح لك السلطان واستقبله مولاي يوسف داود تطواني ولكن كان يدرس قريب في اللحظة اللي تولى الزحل قال لك كيف تولى السلطان هو درعا وكان يقصد السلطان الذي عاصر داود هو والدي أحمد طيب صح تاريخ تطوان تاريخ تطوان وكان على محل وأحمد بن طيب جباري الأصل كما قال لي الأستاذ عبد السلام الهراس وهو أستاذ الأدب الأندلسي والتراث الأندلسي قال لي أن الجباريين أصلهم واحد القرية قريبة إشبيلية سيوية تقريبا 53 اسمها جبارة بالإسبانية هي جبارة وقد تعرضوا للاضطهاد ديال الكاثوليك هذا وانتقلوا إلى جوار الشاون وإلى حد الآن كتسموا ديك القبيلة ابن جبارة حتى ديك الوالد الود اللي كيفصل ما بين الشاون وديك القرية القماس بالنسبة جدنا الأعلى انتقل إلى الصخرة وقد كان من الأولياء الصغير ووضع على خرواسه إلى حد الآن كيتسمى سيد أحمد الجباري وأحفاده وأولاده نحن ننتمي إليه وقد تفرقنا إلى فرعين فرع في بني قرطبة وفرع آخر في السريف ومجدي على الخصوص كي الجباري غدرون مجدي وغدرون الصخرة هذا من نزية الأب. من جهة الأم صفية بنت أحمد بن صرغين وقد تزوجها وهي صغيرة وقد استشهد وهي يتيمة والمناسبة أن جدي من أمي أبديالة استشهد في معارك ديك المعارك ديال الجهاد في جبال ديك أصعدنا 15-16 شكل واستشهد جدي وابنه أي خالي دفعة واحدة
جات واحد الرصاصة لجدي الدري ولدو عام الآل والجالي الطقع جات الرصاصة تشجده يعني من حركة الجهاد التي وقعت المقاومة كما استشهد عمي وشقيق والدي كان صغيرا وأعزب في منطقة في شرط ديك كدية ديالي كنقولو أولف أولف ديك قبيلة من نغرب تما كان مع المعسكر استشهد تما إذا ثلاثة من العائلة ديالي جدي وخالي وعمي من أبي من استشهد في الحركة ديال المقاومة الأولى طيب دخلت غيري من أدخل الولد الله يرحمه ويصلح عليه إلى الكتاب ابنه أربع سنوات تعلم الحروب الهجائية وقصص صور ولكن والدي فوق ذلك أعطاني الدعم أي أنني دائما كيعرضني تجي للدار كيعرضني شنو قريت له شنو حطيت له كيعرضني وفي بعض المرات لظروف استثنائية ما هو كان كيخيب من جوج مسائل هو كان عادل وكان مرة كيخيب لما خسر بالعيد الكبير كيخيطنا الجلب حنايا كنا الخرز وخاصهم دير له البرشمان داروا السداوة كل كيستدعيني أنايا كنوقف الزازاك يقول لي شوف كيكتب اللوح هو كيشرب عليا كنكتب اللوح كنحط ومن بعد كيقول لي عرض عليا أنا كان قدامي اللوحة وفي نفس الوقت كندير عمل مزداويش ولكن بعض المواسم يعني السيد هو كان هو الشيخ اللي كنت كتاخذ عليه لا هو دابا قولوا مثلا هو كان فقد الجمع بعض المرات يقول له الفقيق هذا الدرب بغيته واحد شهرين كيجبني باقي كنذكر الاسم ديال الشيخ ديالك اللي الشيوخ هما هذيك الاوائل اول شيخ واللي تعلم الحروب الهجائيه في الكتب ديالنا كنقول حنا المعمره واحد القس الهاشمي الجبال جاو من العائله ثم جاء شيخ ثاني واحد يقولوا محمد سي محمد الرباس ثم جاء شيخ ثالث واحد يقولوا سي حسن دار حسين ثم جاء شيخ ثالث واحد يقول محمد الجباري ثم شيخ خامس كاسمه سعمد دقيعة سوف رحمة الله عليه أخيرا واحد يقول عزو محمد المرزاني لكن دخلت في بعد الكتاب لما في عام 1959 أن وزارة التعليم صيفطت معلم المعلم جاء المقدم في الحومة كنقول حنا الجاري جمع ديك الأصوات الصيغة قال ما يمكنش المعلم خاصنا نجيبوا له تلامذ إذا خرجنا من الكتاب ماشي خرجنا من الكتاب باش المعلم على قاسه يجمع له 20 ثمان قسم يعني كيسي المعلم صار فكنت أنا من الناس اللي كنت باقي صغير في السن وأنا ولده هذاك الجاري من شو المقدم داني معاه بعض الاثناء مشيت عند الوالد كان نازل على قيد الحياة وهذاك العام هذاك يوسف رحمة الله عليه ما بين 59 60 قلت له زندها قال لي واخا إذا كنت مستعد ولكن بيصعد ما كانش شاطر عندك شنو القرآن واضح راه قلت له كيف قلت له خاصك تجمع بيناتهم وتقرا المدرسة نحاول غير نقرا المدرسة ولكن تقرا القرآن كنت كنوض الجب وكنقرا القرآن نحل اللوحة ومع التسعود نمشي عند المعلم هذه الفترة كنت ندير لهم جوج قراءة القرآن وحفظه وتوفي رحمة الله عليه في شعبان 1960 في بداية يناير سيد الوالد الوالد أيضا تركني وأنا ابن 10 سنوات فهمتيش وقد كان لي أخ أكبر كان كيدرسنا في الثانوي العريش الأصلي وكيفاش كملتي الفترة الدراسية ديالك؟ أخا كيفاش جيتي للعريش؟ أخا دابا أنا نقول لك من بعد سنة 1960 من 1965 60 61 61 62 قريت في المدرسة ديال البادية المعلم أخر كنا كانت العادة تقلص كنا 70 من كذا وعشرين الوزارة قالت لهم كيفاش نصيب المعلم على 7 دراري شنو عملونا هبطونا هنا على عريش قلنا سجبنا في معهد العصر كان سعد الملك الله يرحمه مسكين هو المدير اذا وعطاونا السكنه ديال ديك الطلبه كانت تبع وزاره الاوقاف واول سكنه استقلت باقي واحد السكنه كانت دار الجباري في القصوى العام الاولي ديال 63 من بعد وقع شي شناء ما بين سقوط ما بين المدير لمده 9 مالك اغلق ديك المدرسه وعطانا الدار ديالو في عين عرار انتقلنا من قصبه الى عين عرار كطلبه السكنه من بعد وقع ما وقع شاد مدرسه سميتها مدرسه اسلاميه لا كيسمى ديك الوقت المعهد العالي الاسلامي دلوقتي اما من بعد قول لا عاد سماو تعليم الاصيل
العام اللي كان ذاك البطاقه الوطنيه ديالنا وديك ديال النقاط كان طابع في التاسع الملك المعهد العالي الاسلامي، وهو كان فرق ديال المعهد الاسلامي اللي كان سيطوان، وهذا كان بعد الحمايه وقام نصر من بعد تغيير الاسم من المعهد الاسلامي الى المعهد الاصلي، ماشي الاصلي، لا الاصلي في الاول أصلي. من بعد قال لك لا الاصلي ما كاينش هذا عاد ولا التعليم الاصلي، هو باقي الاسم المصطلحي الان تمييزا له عن التعليم الاخر مزدوي او التعليم العصري كتسمى ديك اللحظه. وعند شكون الطلبه اللي كيجيو تما غالي ولاد باديه والاغلبيه كيكونوا حافظين القران او على الاقل هذا من قرايتي الاساسي اللي كنتي معاهم في العام الاول الشهاده الابتدائيه باش تدوزنا اول مره نصرا الشهاده الابتدائيه من الاساتذه اللي هنا واحد يقول له بعلا الحسين الله يحفظه المرحله بالضبط من عام 63 63 ديك العام لو كان تصطاع مع الجزائر ديك العام كان ديك مشروع الحديث هذا اللي بعثنا غادي نرجعوا له اي هي يقول لك لا عام 63 63 عام 63 قريت الشهاده الابتدائيه الحلقه ديال اللي درتها ودرتها النحيله وزوره لما جيت تسجل هنايا نقص سنه سنه توصل ما قريتوش عام السنه الثالثه الشهاده الابتدائيه انا ربعت عام مزيان من بعد الشهاده الابتدائيه ديك العام خرجوا قسم ملاحظه والسنه الاولى قال لك قسم ملاحظه واخا ولكن الاولى الثانوي مباشره حنا واحد النخبه اللي كانوا النقاد ديالهم مزيان قال لك انتم مباشره غنجوا الاولى الثانوي ربعت السنه الاعدادي ثم قريت الثانوي من الصدفه كان عندي واحد الملف ديال البكالوريا خاوي خلاه الاخ ديالي عمرته قدمت الطالب مزيان جاتني السلعه البكالوريا انا باقي في الخمسه بقيت كنقرا البكالوريا حار مع الاخوان كنراجع معاهم وفي السوا نخلص دراسي فالجبر باش تيسير انا سديت البكالوريا ماشي في السنه البكالوريا السنه كتسمى الخامسه البكالوريا السنه السادسه هكذا انا في الاخر في سد البكالوريا عام 67 68 67 وهكذا تمكنت من نختزل ثلاثة السنوات من الدراسة اللي اختزل دراسة ابتدائي وعام الإعدادي وعام الثانوي كل مرحلة طيات من نعم حسن الله الأساتذة اللي طبعوا الأساتذة الأجلاء الكرام كانوا مشهورين من العلماء الأجلاء خمسة كالتالي سأقول حسب أهميتهم في نظري أنا منهم واحد يقول سي عصام دقيوة أو سي عصام الغزاوي كان ولا القضاء والأخير ولا أستاذ مبرزنا وكان يعني من أعلم علماء ديك الفرائض حيث أننا ما كناش نقدر نرجعوا ديك الشيء ديال الفرائض أقسمنا ديال حد المواريث كاملة وقدرنا علم أصول الفقه هو في الحقيقة علم فلسفي يعني الفرق ما بين الفقه وبين الأحكام أما أصول الفقه يبين لك الطريقة أو كيف تستنبط الأحكام وهذه من أجل العلوم الإسلامية وأصعبها زين كذلك الثاني رحمة الله عليه مشهور وقد كان خطيب الجامعة الجديدة وفي قبرية في قبرية درس عنده علم الحديث السنة الأولى ثانوي وفي السنة الثانية ثانوي والسنة الرابعة ثانوي كان زرنا علم مصطلح الحديث من الأجلاء من أساتذة الأجلاء اللي تأثرت بهم وأخذت عنه وأخذت عنه هو أستاذ سي عبد الهادي العسري خذ كان وقتها وكان من العلماء من الفقهاء من أجل الفقهاء من الفحول وكذلك أيضا درست على واحد الفقيه كيقول فقيه العروسي مول ديك الحمام كيقول الحمام العروسي هذا كان قيدو من الأساتذة واحد أستاذ الله ما فينا لا ورحمة الله عليه ولكن مش الدم شو دمه كيقريونا علم المنطق وحنا باقي في الأولى ثانوي والمنطق هي الفلسفة الروح الفلسفة وديك المنطق الاستطلاع حنا العقل ديالنا باقي خضر ماكش عندنا قضاء استعمالي لدرجة أن ولا واحد منا كيعرف هذا المنطق والسيد اللي كيقري لنا السي هذا البشير الشنتوف ردة ديال صغولة حتى هو مسكين كان فيه واحد التعتعة صغولة هذيك العلم واحد زقيم كما يقول المثل المغربي قالوا دخل فارغا وخرج فارغا وأصلحت المرمى هذيك يقول هذه ذكر منزل في المرحلة الدراسية واش استمرت مور البكالوريا ولا توقفت في لا تابع انا ما زلت من البكالوريا طبعا نمشي نسجل كلية كان بيودي ان ادرس كلية الحقوق ولكن الظروف المادية ما عطاناش المنحة دوز شهر كلية الحقوق
دص على فتح الله والعلو على الفاسي الله يرحمه كيدنا مدوزة شخصية، ودرسته على مكي الناصيري كان وزير الأوقات ديك اللحظة مدخل الشريعة الإسلامية، وشي جوج السويديين وهنا واحد يقول البارودي على فتح الله والعلو كيهضر لنا الاقتصاد السياسي. مع الأسف لم أتمكن هذا، فاضطرت أن أذهب إلى المدرسة العليا الإسلامية حيث كيعطينا منحة، فانتقلت من سقوفيا إلى فاس كلية الأدب بفاس عام 68 69. وهذاك العام بدات ديك الاضطرابات الكبرى ديال الطلابي هما يسميو الثورة الرصاص، حنا اكتوينا بها. خليها غادي نحكيوها في واحد الحلقة قادمة. إذا السنة 68 69 70 72، دزت كنا نظام الشهادة شهادة الإجازة الأدب العربي من فاس، وبنفس الوقت شهادة الدبلوم ديال التدريس. يعني كنا عندنا كونترا، وعينت أستاذا تعليم ثانوي بسلكي أولى وثانية في مدينة سي سليمان، كانت 5 سنوات في المادة؟ المادة اللغة العربية والتربية الإسلامية، طبعا أنا تخصصي ديالي كان عربي، ولكن التربية الإسلامية عشان هذا المصاري، كنت كنرجع بينهما. ثم من بعد ذلك ومع الشعبتين الأدبية والعلمية، كنقري الأدبيين قالوا الأدب والعلمي قالوا ديك النصوص الفنية إلى غيره زيادة على التربية الإسلامية. 5 سنوات هذا، وحسيت براسي أن أنا كان عندي طموح وعندي رغبة نزيد نطور نفسي، فطلبت انتقال للرباط، علاش نسجل في المعمقة ونزيد الرسالة، حتى هو الطموح ديالي. فأنا سجلت في المعمقة، اضطربت الأحوال من هنا، وأخيرا سجلت في شعبة الأدب الأندلسي والمغربي. واستاذنا في اللحظه مشهور في الادب المغربي ولا احد يقول هو الدكتور عباس الجيراني الاساتذه. ثم كذلك هناك دكتور متخصص وعبقري في الحقيقه اسمه محمد بن شريفه، وقد كان عضو في الاكاديميه المغربيه، والدكتور محمد مفتاح كان في النقد الادبي، عندهم ثلاثة دكاترة اللي درسنا عندهم المعمقه، فحصلت على الشهادات المعمقه، وكان بودي ان اسجل، وقد كان مفكر باش نسجل رسالة على الدكتور عباس الجيراني. وطرحت عليه بعد هذا، قال لي هذا الموضوع هذا اللي اخترته مزيان حول الادب الصوفي في الاقليم ديالنا، كنت غنختار النماذج يعني الشعر، شعر التصوف، ثلاثة الزوايا، الزاوية الدرقوية، الزاوية الغيلانية، الزاوية الريشونية. قال لي هذا الشيء يجيك ساهل، انت غاتحداك تبدا هذا غاتفاق المشكلة، راك صعيب تسمع المادة. قال لي راجع من حسن حدي او سميها هذا، سبحان الله كان بعض الناس كتغير المجرى ديال حياه الانسان. اخر السنه واحد المفتش كان معايا ساكن الجرابي، قال لي راه المباراه غدا كذا كذا كذا، قلت حبيبي الناس حلينا راس عمالك، قلت واخا قلت راه ميمي غير الطاق الزق راجع في ماركات مفتشي ديال التعليم الثانوي، سمحت لك الدكتور سمحت لك الاهداف خصات الشكاره فهمتي، ودوز عامين ديك العامين بين قوسين لما كنت عندي الاجازه في الاولى الرساله والبحث اللي كان عندي الثلاثيه النجم محفوظ بين القصرين، دراسه شنو الاسلوب الروائي عند النجم محفوظ في ثلاثيه من خلال قصه بين القصرين، قال لي ما فيها ثلاثه بين القصرين وقصر الشرق السكريه، لا الاستاذ المشير قال لي ديرها واحده راه بزاف عليك معنا غالي. من تماك لما مشيت لمركز المفتشين طلب مني او كنت خاصنا ننجو على البحوث منهم تامر الراجي، استاذ دكتور في القراءه تامر الراجي، نروح نروح حول المزهر للسيوطي في علم اللغه في فقه اللغه، عطاني عنوان ايوا شرف عليه شقوا ولا وناقشوا. اذا من حيث الانجازات العلميه بين قوسين عندي دراسه حول ثلاثي النجم محفوظ بين قصرين، وعندي دراسه حول المزيد السيوطي في علم اللغه او فقه اللغه، وعندي بعض البحث الميداني حول طرق التدريس وكتاب التقارير انجزتو لنا في النيابه ديال سيتوان كما قلنا جات العمل. هذو ثلاثه الانجازات اللي شويه علميه بالاضافه الى ديك اللقاءات التربويه وبعض الانجازات الميدانيه اللي كتطلب منا الوزاره كالتقويم التربوي مثلا درت امتحان و بعد لقاءات ندوات اي لا عندي دائما 25 سنه عندي تسعيلات ديال التفتيش عرب وقت عندي فيها بزاف بالبحوث والانجازات كبحوث ميدانيه وفيها تقارير
منهم حول التقويم التربوي، كنت نركز عليه بزاف. التقويم التربوي سواء اثناء الدرس او التقويم التربوي النهائي، امتحانات نهائيه. ما خدمتيش في القسم؟ لا انا كنت خدمت 5 سنين في القسم استاذ. هذيك الخمس سنين ما كنت فيها شكون استاذ. من بعد مشيت للرباط خدمت ثانوي دار السلام اللي دار لا واضح واضح. انا بغيت نسوقك واش من التلاميذ ديالك اللي في ديك 5 سنين كاينش منهم شي اسماء اللي هي معروفه ولا شي اسماء؟ لا مع الاسف دابا كانت واحد التلميذ اللي تلاقيته هنا في اتصالات المغرب كيقرا عندي في الرباط، خدم في اتصالات المغرب اللي دار من بعد انك تلاقيتي مع التلاميذ ديالك من بعد. لا التلاميذ ديالي انت كان قليل هذا فالواحد واحد في سليمان صدفه خدم حنا بالكرانقه ربما ما عرف. لا ما هما بالنسبه للرباط معظم التلاميذ اللي كان اسم الوزراء ابناء الوزراء كانوا درس النخبه منهم قريت ولد عثمان نوفل الله يرحمه مسكين اللي خالو كان هو الحسن ثاني، قريت ولد بوحنيني، قريت ولد عز الدين العراقي كان وزير التعليم ديك الوقت بجوج، قريت ديك بنت الكولونيل بريطير، قال بنت واحد يقولوا على البناء سمع عليه كان كولونيل، بزاف ديال الشخصيات ديال موسى السعدي كان وزير الطاقة، هذا ابناء الوزراء هذا اللي كاين. من بعد مشينا للمركز المفتش تمسنا دوز سنتين، السنة الأولى ديال التكوين، السنة الثالثة ديال التدريب والتطبيق، وعينتو مفتشا هنا بعرائش وبقيتو إلى التقاعد سنة 40. شنو سنة تعينتي في العريش؟ بالضبط 85 59. أنا تعينت بعد 5 سنين، بعد 5 أيام فقط جاو تعيين في العمالة، جوتكم العمالة بكعب قبل العمالة بخمس أيام. واخا أستاذ شنو إلا بغيت نقول لك في الكارير ديالك المهنية أو في المسار ديالك المهني، شنو اللي يمكن تحسبوا على نفسك بأنه إنجاز؟ يعني من إنجاز اللي كتقول بأن ربما قدمت إضافة واخا أستاذ خليك قبل ما يجاوب على هذا السؤال سمحتي لي السنة دابا انت شبرتي يعني المسار ديالك ديال التفتيش هنا في العريش 85 شنو تبرتي التقاعد عايز اي السنوات الاخيره دابا من 2010 نهايه 2010 بدايه 2011 يناير شديت التقاعد اول يناير 2011 انا 25 سنه بالتمام والكمال ربع 11 سنه ديال التقاعد دابا من التقاعد هنا دابا يا ربي قفلت 10 سنين عاد بديت 10 سنين بديت يعني بدا 2011 دابا حنا 2021 10 سنين ديال التعوشيه. كنت قلت يا استاذ بالنسبه للانجازات او العلميه يا صاحبي واخا استاذ واخا على محل صراحه انا وعلوم قلب الجامعه كان عندي شي طموحات ولكن المشكله ديالي كنبدا الحاجه وما كنكملهاش. من الاشياء اللي شغوله زادتني شي مواهب شعريه وناوي الشهاده الابتدائيه. كان عندي شهاده ابتدائيه يعني وحوسه كنت احفظ المعلقات وعرفت حسن المتابيد كنت احفظ بزاف الاشعار المتنبي الى غادي راسي لا وسام وكنت دائما كنت مدمن على هذه المكتبه هذه بالعام ديال اللول هذه راه 4 كسور باقي يشهدوا عليا كل كاين نصف لما درت ديك المحاوله الشعريه شنو عملت؟ بغيت نولي شي واحد متملق بحال بوحتوري درت قصيده مدح السيد المدير عبد الملك مع شنو وقت حقت عشاء. من بعد كنت باغي ندير واحد المره نصلي عيد العرس بدات تعاود واحد القصيده مدح زادت المدح حسن الثاني وعيت ما نكرفش باش نطيها للعماله او كاع العماله بشويه باش يدخلوها باش نلقيها قدام الباشا ولكن طمعوني شافوني صغيره هيدا وجاب لي رمحت شوي شوي بقيت كندير قصائد وجدانيه غير السنه الاولى وكانت الناس معجبه بها بل ان في عام 67 فاش قعدت الثالثه درت قصيده وسط العمله ونشروا بعض المقاطع منها. شكون اللي اقبر شاعريتي؟ مداري لي درجه انا دري صحابي ديال النقيش كيقولوا شكون هذا اخر مع الشاعر والطريبه كيقارينا كنت وزير عليه وطواعي السوايه قلت واحد قال له كنت تسمعني عليا ولا شنو؟ قال له كيفاش؟ قال له كتقول الشاعر زعما يعتبروك انه هو شاعر. طبعا. قال له لا استاذ ماشي انت ما قصيت غا الشاعر اللي كتقصد انا. شلي. قال لي كدير الشاعر. قال لي قال لي انا نسمع لك شي قصيده. قال لي غدا نشوف واحد القصيده. اش قال لي بهذيك اللهجه؟ قال لي شوف الا بغيت تاكل الخبز مع خوتك وغدا توضى وتصبح عندك النصيحه ديالك.
قرن لغه سليمه وبغيت تعيش توجه ادبي وكنت باغي نتحول الى شاعر وديت محاولات بسيطه على الروايه كنت ماشي نهزها لما قال لي فعلا ديت انا فضينا انا وبقيت كنهتم بالمواد العلميه والرياضيات والمواد الدراسيه ودع ديك الشعر معنى المسيره ما كملتهاش على اي حال شنو الاشياء اللي كنت شويه اعتبر نمشي شويه حاجه خدمت ايجابي لما مشيت للرباط ديك الثانويه دار السلام حضرهم الرباط بعض منهم كانوا جاوني من جمه المره جابوهم لي سيدي قاعد ديري مو فرنسي بل ان بعض الامه ديالهم فرنسيات مثلا ولاد بالعبود وعبود اللي كان عندنا وزير التعليم مرتو فرنسي ودار عنده جوج بنت ناديه واحد ما عرض فين تبدا ليه يو شان ديرو نقريو التربية الإسلامية اش قلت انا هذه رسالة ديال المدير اللي قال له قال لي لا لا انت الوحيد اللي تقدر تتعلم اصيل وانتم معروفين زبالة وكذا انت مش عندك التربية الإسلامية واحدة يسعى العطار 24 ساعة كل عطار بيصير بأنها فعلا في الآخر اعترفوا لي هم مثلا قال له استاذ الله إلا نورتي كان عندنا واحد التصور فكير الإسلام كان بحال من بيت وعلى أي حال لأني هدي الله بك رجل واحد خرجكم هذا الجانب اللي شو الجانب الثاني كان عندي مساهمات متواضعة بعد التفتيش في قضية تصحيح بعض المفاهيم وضبط بعض كذلك أيضا التفتيش دائما كنت نحاوله ماشي كوسيلة ديك الجانب التسلطي في خصني أن الأساتذة يواكبوا المستجدات التربوية كندير فوق جهدي ديك اللقاءات التربوية حتى كنطالع مزيان وكان هذا باش اللي عنده شي اشكال او اللي عنده شي او اللي عنده شي مفهوم خطا نوضحوا له وكنت كنحس الارتياح لما كنزور الاساتذه من بعد ديك اللقاءات كنحس ديك التوجيهات نعطيتهم ديك التوضيحات بدا التصميم حاجه شحال الانسان زرع زرع اخر سنه زوروا مزيان شويه دار الغله هذا اللي كاين هذا هو الجانب اللي ريحني شويه في هذا وخصوصا في الاشاره التربويه ولكن ما كنتش كنمصوب ديك العقليه السلطويه ديك الاوامر النواهي ديال المفتشين كنحاول جهد الامكان نتفاهم على هذا والحمد لله وما وجد نفسي الى حد الان جميع الاخوان السابق الاساتذه اللي اطرتهم وفتشتهم الى الان كيطنوني اما حاولت نخرج كان افريقيا مثل الدوسي دوزو مع ما عرفش كيف